تضحية اليابان. النار من فوقنا، حريق متوهج، النار في نفوسنا، النار من تحتنا يهيمون على وجوههم. شاهد انسحاب، ارتداد، سراب المياه مشبع بالبخار، تجديد، رسالة الساخر في تدفقات الانشطار. إذا كان البشر يمشون حيث لا تذهب الشمس أبدا، واسعة هي أراضينا، واسعة هي الهدايا لدينا، حدود لضمان حماية وجودنا. القيامة المحروقة والمعمودية بالنار، سوف تكون مجموع حواسنا سريعة ومصدر إلهام. العالم يدرك الآن، في أعماق نفوسكم قلب شعب، لا خفية بعد اليوم، لشعب اليابان وجميع المتضررين من الكوارث في الحاضر والماضي. نعرب عن أعماق المشاعر لدينا ونصلي من أجل الشفاء.